واحد بيسأل بيقول ما هو مصير الجسد السيد المسيح الجسد المادي بعد الصعود؟ السيد المسيح صعد إلى السماء بجسد ممجد مش بجسد مادي، وإحنا سنقام زي ما قال الكتاب سنقام على شبه جسد مجده، على شبه جسد مجده. فإحنا هنقام زي ما بولس قال في كورنثوس الأولى 15 بأجساد روحانية وأجساد غير حيوانية غير مادية وأجساد نورانية. فطبعا المسيح يكون صعد إلى السماء بهذا الجسد الروحاني. وقال للص تكون معي في الفردوس، إذن هو صعد وذهب إلى الفردوس. واحد بيقول لماذا لا يعقد مجمع ويفك التحريم الواقع على العلامة أورجينوس لكي يصبح من قديس الكنيسة؟ في فرق بين عالم وقديس، فرق بين عالم وقديس. هو كان راجل عالم ومع ذلك وقع في بدع معينة وحكم عليه بالقطع من الكنيسة. والبدع دي عرفها كثير من الآباء والعلماء، كثير من الآباء والعلماء، لدرجة إن لم يحرم فقط من الكنيسة القبطية، كنائس كثيرة أخرى حرمته، والكنيسة اليونانية الأرثوذكسية أيضا في أحد مجامعها قد حرمته، وقديسون كثيرون من غير الكنيسة القبطية قد حرموه أيضا. فأوريجانوس لم يصبح ملكا لنا وحدنا، ده عايز بقى مجمع مسكون. وفي الحالة اللي زي دي الحل ما يكونش مجاملة، ده لازم فحص الكتب بتاعته والكلام اللي منسوب إليه والدفاع اللي قيل عنه، شغلانة كبيرة. ناس ساعات بيشكوا من شمامسة أو أسوس، أرجو يكتبوا لي الاسم عشان أحقق في الموضوع. لكن هل يرضيك كذا وهل يرضيك كذا؟ طب هقول مش لا يرضيني، اتحلت بإيه؟ ما اتحلتش. قولوا لي الاسم والكنيسة وكل حاجة أشوف. واحدة بتقول أريد أن أعرفك أني زوجة لرجل من 27 عام، كنت له في هذه المدة كلها مخلصة جدا وكنت أعامله معاملة حسنة، ولكنه كان يعاملني بقسوة شديدة جدا لدرجة أنه كان يمنعني من الحضور إلى أي اجتماع وأي كنيسة. فأنا أريد من قداستك أن تقول لماذا أفعل، خاصة وأنه سوف يشتمني عندما أذهب للبيت بعد الاجتماع. معلش احتملي من أجل ربنا. بيقول طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا عنكم كل كلمة شريرة من أجل الكاذبين. افرحوا وتهللوا. اعتبري إن زوجك ده هو صليبك. المسيح مش بيقول احمل صليبك؟ اه زوجك ده صليبك اللي بتحمليه. بس أنت عامليه معاملة كويسة وحاولي تجذبيه لربنا إذا استطعتي. ده انت مش شهدة اللي 27 سنة شتيمة وضربه. ربنا يكون في عونك. ناس برضو بيشتكوا من انه خطوبة اتعملت في مكان ما يصحش، برضو يقولوا لي من مين وانا اتكلم في الموضوع ده. واحد
واحد بيقول أرجو مقابلة قداستكم لأمر هام بخصوص أسرة مسيحية، ويتوقف على هذه المقابلة مستقبل أسرة. هديك معاد إزاي يا ابني؟ شوف، أنا رأيي إنك تكتب لي المشكلة بتاعت الأسرة دي، تكتبها كويس أوي وبتفاصيل التفاصيل، وأنا أقراها في أي وقت وبعدين أدعوك لمناقشتك. لكن نقعد ونقعد تحكي لي في مشكلة الأسرة ساعتين ثلاثة أربعة والناس واقفين بره يقولوا عايزين نخش، يعني مشكلة. لأن أي واحد بيخش عندي بيكونوا الناس بره واقفين رصدين، ده قاعد كتير، قاعد قليل، واشمعنى يقعد كتير وأنا ما اقعدش زيه كتير ليه؟ حتى لو ما عندوش كلام يقوله، ولزي ما ده قاعد نص ساعة قاعد نص ساعة. فأنت يا ابني تقول لي المشكلة، تكتبها لي بالتفاصيل، أقراها على مهل وأقعد معاك أناقشك فيها أكون فاهمها. واحد بيقول ما معنى الآية التي تقول من ليس له فليبع ثوبه ويشتري سيفا في لوقا 22:36، وأيضا قالوا له يا رب هنا سيفان، فقال لهم هذا يكفي. مقصود بكلمة سيف في الوقت ده الجهاد الروحي، يعني رمز، مش سيف يعني حارب، بدليل ان بطرس لما استل سيفه وضرب ودن العبد المسيح وبخه وقال له رد سيفك الى غمده، من اخذ بالسيف بالسيف يؤخذ. فما يقصدش السيد المسيح سيف مادي. قالوا له هنا سيفان، قال لهم هذا يكفي. ولو كان يقصد السيفين يكفي، وكان يقول هذان يكفيان، لكن قال هذا يكفي، يعني كفاية كلام. ما دام انتم مش فاهمين وبتاخدوا الكلام ده بحرفيته، كفاية كده خلاص، هتفهموا بعدين. واحد بيقول ما رأي قدستكم في المرأة العاملة؟ والدتي امرأة عاملة وهي تعمل كل يوم من 8 صباحا ل 3 بعد الظهر، ووالدي على المعاش وهو المهتم بأمور المنزل وخاصة الأكل والشرب، وهو سعيد بهذا، وبصراحة هو ليس له رأي تقريبا في المنزل في كل الأمور. أمور المنزل تدار بواسطة الست الوالدة. وبعدين بيقول هل هذا هو حال الرجال بعد المعاش؟ وما رأي الله في هذا الحال؟ وما معنى الآية التي تقول أعداء الإنسان أهل بيته؟ ومعنى الآية اللي بتقول اكرم أباك وأمك؟ شوف يا ابني، والدك ووالدتك مبسوطين باللي بيحصل، أنت تحشر نفسك ليه؟ مالك بيه؟ هو مبسوط بشغل البيت بيتسلى بعد المعاش، وهي مبسوطة بتشتغل عاملة بتجيب فلوس تكمل إيراد البيت. انت ايه اللي مزعلك؟ لا والدك غلط ولا والدتك غلطت، ليه بس تخش في الموضوع ده بالطريقة دي؟ اما كون ان والدك اتحال على المعاش قبل والدتك، فده لأن فارق السن، طبعا الأب بيكون أكبر في السن من الأم، الرجل بيكون أكبر من الزوجة والأب بيكون أكبر من الأم غالبا يعني. وهيجي وقت والدتك تحال إلى المعاش وتساعد والدك في شغل البيت، كل واحد ياخد دوره كده. وأوعى تفتكر شغل البيت وحش، طب ما يا ريت انت تساعد والدك ايضا في شغل البيت. اما ما مصير الرجال بعد المعاش فيختلف الناس في هذا الامر. المعاش عندنا في مصر بيروح على المعاش في السن 60 سنة. في ناس بعد سن 60 بيكون صحتهم قوية ويقدروا يشتغلوا في اي شغلانة اخرى غير العمل الحكومي، وما يحتاجش انه يقعد يساعد الست الوالدة في شغل البيت، يعني بيكون له شغل ايضا بعد المعاش بيخش في حاجة تانية. وفي ناس صحتهم ما بتساعدش،
فبيقعد في البيت. ده في ناس أصعب من كده، إنسان يحال إلى المعاش وربما زوجته تكون توفيت قبل كده وأولاده هجروا، اللي راح أمريكا واللي راح كندا واللي راح أستراليا واللي راح في أي حتة، وهو قاعد لوحده وبيضطر إنه يخش في بيت للمسنين علشان يساعدوه. فأشكر ربنا إن والدك عنده الصحة اللي بيشتغل بيه في البيت، وتأكد لو قعد بدون شغل خالص صحته هتسوء، لأن الحركة بتدي نشاط. إيه معنى حكاية أعداء الإنسان أهل بيته؟ يقصد أهل البيت اللي بيمنعوه عن ربنا أو يمنعوه عن التكريس وتخصيص نفسه لله، أو يخافوا عليه مخافة جسدية زي أم تخاف على ابنها من الصوم تقول له ما تصومش، وزي أم تحب أن ابنها يذاكر فتمنعه عن الاجتماعات كلها بينما يقدر يجمع بين الاثنين. أدي أعداء الإنسان أهل بيته، يعني اللي بيمنعوه عن طريق ربنا. لكن مش قاعدة أن في آباء كويسين وأمهات كويسين بيريحوا أولادهم، يعني مش كل أهل بيت مش كلهم أعداء. حكاية اكرم أباك وأمك أنا عامل عليها كتاب ممكن تقراه بحاله بدل ما نضيع وقتنا. واحد بيقول لماذا وضع الله شجرة الخير ومعرفة الخير والشر في جنة عدن مع أن الله لا يريد الشر للبشرية وسمح بسقوط أبينا آدم؟ هو آدم وحواء كان لابد يدخلوا في فترة اختبار تختبر بيها إرادتهم، فما كانش المقصود أنهم يقعوا في الشر، واللي وقعهم أسباب داخلية فيهم مش ربنا. واحد بيقول رجاء أعرف ما هي الطريقة المثلى للنسيان من إنسان كنت أحب، يعني كان بيحب وعايز ينساه. ما أنا مش عارف عايز تنساه عشان إيه، يعني يا ريت تفسرها لي وأنا أقول لك عايز تنساه ليه. إن كان هو نسيك وراح في حتة تاني افتكروا بالحب ويعني ما تغيرش قلبك من جهته. ان كان التفكير فيه يتعبك بلاش تفكر فيه، اشغل نفسك. اللي بيشغل نفسه بيقدر ينسى، واللي يقعد يفكر في موضوع مدة طويلة الموضوع ده ينغرس في ذهنه يخش في عقله الباطن، يفكر فيه يحلم بيه تتعب مشاعره منه. ما تفكرش في الموضوع ده كتير. واحد بيقول لي ليه في الكرازة بتكتب أبيات مشهورة من الشعر وفي شعر قدستك، وليه بتكتب أدب وحكم وفي سفر الأمثال؟ هو إحنا لا نستطيع أن ننسى أن البشرية لها إنتاج مفيد وممكن أن الإنسان يستفيد منه، يعني مش ضروري تركز في الكتب الدينية فقط، في كتب أدبية فيها أشياء كثيرة مفيدة، وفي في الأدب في حكم كويسة جدا. ده حتى في بعض الفلسفات الشرقية القديمة فيها أشياء جميلة. أنت خد الكويس من حيثما يوجد وهتجد في إنتاج البشرية أشياء كثيرة مفيدة.
ما تحصرش نفسك في نطاق ضيق فقط. ده حتى بولس الرسول لما جه يتكلم قال كما يقول احد شعراءكم ان به نحيا ونوجد الى اخره، استخدم كلام من شعراء الناس برضو. و اكليماندوس الاسكندري في كلامه عن الغنوصية يعني المعرفة قال ان في كتب الفلاسفة في اشياء مفيدة، وكلمة الذين بلا ناموس هم ناموس لانفسهم. البعض الناس هيدانوا بالكلام الحكمة الجميل اللي ورد فيه. يعني انت مثلا من اجل وجود سفر الامثال لا تقرأ لسقراط ولا الرجل الحكيم، ولا تقرأ كل القصص الجميلة اللي موجودة في الأدب وتنحصر. ربنا ما قالش كده، ربنا ما قالش كده. وكون ان انا بكتب شعر مش معناها ان في ناس شعراء تانيين عظماء ولهم عمق ولهم فايدة، وانا ما كانش ممكن ابقى اكتب شعر غير ان انا قريت في الاول للشعراء واستفدت من كتبهم واستفدت من موسيقاهم واستفدت من القواعد الشعرية. فلا انسى جميل الناس دول اللي علموني. سؤال: هل من الواجب سداد النذر بعد تحقيق الطلب؟ قال ده اتفاق يا ابني بينك وبين ربنا، هترجع في كلامك؟ ده زي واحد كان هيغرق وقال له يا رب ان انقذتني من الغرق هديك جميع اموالي، هديك الاراضي بتاعتي، هديك الاملاك. وبعد ما طلع من الغرق قال له ولا عندي اموال ولا عندي يعني فاكر انه شوف النذر عبارة عن اتفاقية أو عهد بينك وبين ربنا، عبارة عن اتفاقية أو عهد بينك وبين ربنا، فمفروض أنك أنت تلتزم بهذا العهد لأنك أنت ما عملتوش مع شخص صغير، وحتى لو عملته مع شخص صغير لازم تلتزم به. ده أنت عامل الاتفاقية دي مع ملك الملوك ورب الأرباب، لازم تلتزم ولا تسرع في الكلام في النذر ولا تنذر شيء فوق طاقتك، يعني خليك جاد أثناء ما تنذر. وأحسن آية تقال ليك في النذر الآية الموجودة في سفر الجامعة إصحاح 5 آية 3 و5، بيقول خير لك إنك لا تنذر من انك انت تنذر ولا تفي. ومن شروط النذر 3 حاجات، من شروط النذر ايه؟ 3 حاجات. اولا توفي بالنذر، ثانيا لا تتأخر في الوفاء بالنذر، ثالثا لا تحول تغيير النذر من حاجة لحاجة. ال3 حاجات دول، لا تكسر النذر ولا تأخره ولا تغيره. تاني، لا تكسر النذر ولا تغيره ولا تأخره. ولازم تعرف ان هو اتفاقية بينك وبين ربنا. كمان اضيف انا شرط من عندي، انك انت ما تندرش نذر غلط. زي واحد مثلا يندر ان يعمد ابنه في القدس في اورشليم، يعني هو مش قادر يروح القدس، فده نذر غلط. ما تندرش نذر ليس بمقدرتك الوفاء به. كمان بلاش الأم تندر نذر بخصوص ابنها وجايز مش هتقدر تنفذه على ابنها. يعني واحدة تندر ان ابنها يبقى راهب، طب وافرض ابنها كبر ومش عايز يبقى راهب،
يعني بلاش الندرات اللي ما تقدرش تنفس، وكمان مش أصول واحدة تندر ندر اللي هيدفعوا جوزها، يعني هي بتندر ندر ويدفعوا واحد تاني. ولذلك الكتاب المقدس يقول إذا نادرت مثل هذا النادر وجوزها كان قاعد وسكت ووافق يبقى ملتزم به، لو احتج وقال لا يبقى نادرها طلع في الهواء، إلا لو كانت امرأة عاملة زي والدة الأخر فهي تقدر تنفذ النادر. بيسأل بيقول هل يعتبر النذر في هذه الحالة مقابل العطاء؟ لا، عطايا ربنا ملهاش مقابل، لأن احنا لا نستطيع أن نوفي الله حقه في عطاياه، لكن ده مجرد تعبير عن الشكر لا يزيد عن كده، مش مقابل، ده مجرد تعبير عن الشكر. زي واحد مثلا يهدي لخطيبته هدية معينة، مش معناها ده تمن محبته، لا، الحب لا يثمن، إنما ده مجرد تعبير عن المشاعر، وهكذا كل الهدايا مجرد تعبير عن الشكر. وفي الكتاب المقدس في سفر اللاويين كانت توجد ذبيحة اسمها ذبيحة السلامة، برضو كانت تعبير عن الشكر، ولغاية دلوقتي مثلا تلاقوا في بعض الأرياف أو حتى في المدن بيكون واحد طلب شفاعة الملاك مخاييل وحصلت له معجزة فبيعمل فطير الملاك، مش ده تمن، وإنما لما بيوزع الفطير ده كل واحد بيشوفه بيعرف ان في معجزة حصلت فيمجد ربنا عليها، لكن مش هي التمن. زي واحد ندر انه يذبح ذبيحة اذا تحقق ليه طلب، فربنا استجاب الطلبة وعمل ذبيحة، الذبيحة دي مش تمن خير ربنا، ده مجرد تعبير. وأيضا كل واحد بيأكل من الذبيحة دي بيعرف إن في معجزة حصلت، في صلاة استجيبت، بيمجد ربنا معاه، فالحكاية بتؤدي إلى تمجيد الله. واحد بيقول نرجو أن تعرفنا لماذا كلما تقدمنا في الطريق الروحي نسقط وكأننا نبدأ من جديد حتى شعرنا بالملل وبضعف حبنا لله وضعف حب الله لينا. مالكش حق في الأخيرة دي، مالكش حق، تدل على ضعف محبتك معلش، لكن ضعف محبة الله ليك لا. إن السيد المسيح قد فداهم على الصليب بيقول كده. شوف يا حبيبي، السيد المسيح قدم فداء للجميع على شرط انهم يؤمنوا، ده شرط. ولذلك في يوحنا 3:16 بيقول هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الابدية. فلا بد من الايمان. قدماء المصريين كان عندهم فضائل صحيح وكانوا يؤمنون بالخلود، لكن هل الإيمان بالخلود وحده يكفي؟ لا تنسى أن قدماء المصريين كانوا أيضا يعبدون مجموعة كبيرة جدا من الآلهة، كانوا يعبدوا أوزوريس وإيزيس وحورس وست ورع وآمون وحتحور وأنوبيس وآلهة أكتر خالص. فهل مجرد الإيمان بالخلود يعفي من كل الحاجات دي؟
صحيح في إيمانهم بالخلود كانوا يؤمنوا بأن الروح ترجع إلى الجسد، لكن كانوا يعتقدوا أن لابد من حفظ الجسد سليما وإلا الروح ما ترجعش. فلو الواحد جسده راحت منه إيد يقوم الجسد من غير إيد، ولو راحت رجل يقوم الجسد من غير إيه؟ رجل. فكانوا لازم يعملوا يحنطوا الإنسان يبقى جسده سليم. طبعا الإيمان ده مش مظبوط. وكانوا يشوفوا إن لو الجسد أصابه تلف يعملوا تمثال مظبوط علشان تحل الروح في التمثال إن ما حلتش في الجسد. افرض التمثال وقع اتكسر يبقى الروح ما تلاقيش جسد تحل فيه. يعملوا صورة مظبوطة تمام عشان الروح تحل في الصورة. فهل أنت تؤمن أن الروح تحل في التمثال ولا تحل في الصورة؟ هم أجدادنا وكانوا ناس كويسين وكانوا في منتهى العمق في العلم والمعرفة وفي فضائل كثيرة، وتهذب موسى بكل حكمة المصريين، وهم أول من اخترعوا الكيمياء ومن اخترعوا التحنيط ومن اخترعوا الكتابة، ليهم صفات كثيرة. لكن أيضا هناك أخطاء أخرى، هناك أخطاء أخرى، فما تمسكش بحاجة واحدة وتسيب الباقي. أما ربنا في اليوم الأخير يحاسب الناس إزاي؟ بلاش أنت تحاسبهم قبل ما يحاسبهم ربنا. واحد بيقول في إنجيل عيد الميلاد المجيد، هل يصح أن احنا نسجد ونرشم الصليب لما يقال سجد هيرودس بيقول لما أعرف أبقى أسجد ليه؟ طبعا لا، أنت ترشم الصليب وتنحني لما تتذكر أن المجوس نفسهم سجدوا له لأنهم سجدوا بإيمان، أما هيرودس فكان بيقول كلام كذب. واحد بيقول ما العلاقة بين البدعة والكبرياء؟ طب أجلها، ربما أكلمكم في الموضوع ده بعدين. واحد بيقول كيف نفسر وجود جسد قديس في أكثر من كنيسة مثل جسد ماري جرجس؟ اللي بيحصل بالظبط إن مش كل رفات القديس بيكون موجود. ساعات كنيسة تطلب من كنيسة تانية يدوها قطعة عظم من القديس الفلان فياخدوها ويحطوا ويقول له ده رفات ماري جرجس، وواحد تاني بده يطلب جزء ويحطوه. والقديسين المشهورين رفات غلابة في الرفات بتاعهم، كل واحد يحتحت في حتة ويقول لك اديني جزء اديني جزء اديني جزء، ويتحط في حتة كثيرة جدا. فاللي مقصود لما يقول لك جسد القديس الفلاني موجود، اعرف ان المقصود جزء من الرفات بتاعه، جزء مش الكل. لان لو كان الكل مش ممكن هيبقى الكل في كذا كنيسة. واحد بيقول ما هي اسباب عدم التركيز اثناء الدراسة وما اسباب ثقل الفهم؟ وهل هذا يسمى غباء؟ لا العفو. شوف، جايز انسان عقله في حاجة تاني، ربما يكون ذكي لكن عقله في حاجة تاني، فلما يجي يذاكر عقله يسرح في الحاجة التاني، ليس بسبب الغباء انما بسبب ان المخ مشغول بحاجة تاني. فأنا من رأيي أنك أنت لازم تشعر بأهمية الدراسة وأنها نافعة ليك لمستقبلك، وتغصب نفسك على المذاكرة. أما ما تسميه بثقل الفهم، أنا مش عارف يعني ثقل، في بطء الفهم وفي عدم الفهم، بس مش عارف تقصد إيه بثقل الفهم. نهايته دي برضو مش معناها غباء، لأن ربما إنسان تلاقي عقليته رياضية وإنسان عقليته علمية وإنسان عقليته أدبية،
فجايز ما يفهمش كتير في حاجة لأن ملهوش رغبة فيه، وفي نفس الوقت يكون بيفهم كويس قوي في حاجة تاني. زي مثلا إنسان دخل تعليم صناعي بدل ما يخش تعليم ثانوي عام، ربما هو يحب الصنعة وينبغ فيها، وجايز لما يخش التعليم الصناعي، مش الكل بيخشوا من أجل قلة المجموع، في ناس ساعات بيخشوا من أجل الهواية، من أجل التدريب المهني، من أجل أنه يجد صنعة ويستفيد بيها، فبيكون مخه كويس قوي في المسائل. مثلا واحد مخه كويس قوي في المسائل الميكانيكية، واحد مخه كويس قوي في مسائل الكهرباء، وفي نفس الوقت تقدم له رياضيات يقول لك مش فاهم. مواهب الناس بتختلف وأمخاخ الناس بتختلف، وجايز واحد ينبغ في شيء ولا ينبغ في شيء تاني. أنا من رأيي أنك تحاول تركز، تغصب نفسك، تذاكر، تحاول تفهم الشيء كويس، حتى لو تعبت فيه، حتى لو تعبت فيه هيجي وقت مخك ياخد عليه بالتمرين. اللي تجده صعب الفهم دلوقتي بعد شوية يسهل عليك، وإن ما قدرتش خلي حد يساعدك في الفهم، زي التلامذة اللي بيقبلهم مدرس خصوصي، أو يساعده أب أو أخ كبير أو قريب إلى آخره. واحد بيسأل عن مال الظلم، أنا جاوبته في كتاب سنوات مع أسئلة الناس. واحد بيقول هل شعب بني إسرائيل الذين خلصهم الرب من عبودية فرعون هم اليهود حاليا أم هم المقصود بهم نسل يعقوب؟ ما هو اليهود حاليا هم نسل يعقوب، ما فيش فرق بين الاثنين. الحكايات لخبطت معاكم ليه؟ هم الاثنين حاجة واحدة، هم نفسهم. بس طبعا مش الكل، لأن كثير من اليهود آمنوا بالمسيحية، ودي البقية اللي فضلت. يعني واحد بيقول كيف أتغلب على إحساسي بذاتي، هذا الإحساس الذي يجعلني أناني وعديم الإحساس. طيب نخليها ما برضو مع السؤال بتاع الكبرياء، نكتفي بالأسئلة. دي كل دي يوم الحد إن شاء الله طلب صلواتك وبركة، ربنا يكون معك بتاعتك. يعني دعوة الأيام الأسقفية ربنا يكون معك صلواتك وبركاتك. ربنا بس أنا هتعاون، أنا جاي عشان أتعاون. ساعات الأخبار بيتعبوا إن اللي بيترسموا كاسولين بيترسموا على حساب الأخبار. ربنا يكون معاهم، ربنا يكون معاهم، ربنا يكون معاهم. Oh,
سؤالين الخاص بالعلاقة بين الكبرياء والبدعة والخاص بالأنانية، دول هيخلوني أكلمكم عن موضوع العظمة والكبرياء. ممكن أن العظمة والكبرياء تقود إلى البدعة والهرطقة وتقود إلى أشياء كثيرة جدا. يعني الشيطان لما سقط، سقط بسبب إيه؟ بسبب الكبرياء والعظم، عايز يرتفع فوق الكل، بيقول أرتفع فوق سحاب السماء أصير مثل الله. والكبرياء على نوعين، إما نوع مطلق إن الإنسان يحب يكبر، وإما نوع مقارن إن يقارن نفسه بغيره فيبقى لازم يبقى أحسن من غيره. وفي آية خطيرة جدا يا ريت تحفظوها كلكم، بيقول إيه؟ قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح. قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح. ايه السبب في كده؟ السبب ان الانسان لما بيتكبر بتتخلى عنه النعمة لكي يشعر بضعفه، فلما تتخلى عنه النعمة يسقط. بس لما يسقط يبقى واحد من اتنين، إما إنسان يتكبر وتتخلى عنه النعمة ويسقط فيحس بضعفه ويتوب وينسحق ويرجع إلى أسلوب الاتضاع، وإما إنسان يسقط فيعاند ويتكبر ويستمر في السقوط. أدي النوعين دول. المتكبر الأصيل يستمر في السقوط ويزداد زي الشيطان بالظبط. الشيطان لما سقط
لم يتب، ولما سقط لم يعترف انه سقط، وظل يقاوم ويعاند الى يومنا هذا. ولذلك من صفة المتكبرين المقاومة والعناد. يعني اي انسان تلاقيه مقاوم او عنيد، اعرف تماما ان وراء مقاومته ووراء عناده خطية كبرياء. لان الانسان المتواضع لا يعاند ولا يقاوم ولا يجادل كثيرا، ويمكن ان يقبل الرأي الاخر، وممكن يتنازل عن رأيه. لكن ساعات تلاقي واحد ربما تقعد 3 ساعات تتكلم معاه وهو ما يتزحزحش ولا ملك، بل يزداد في رأيه وفي عناده. دي خطية كبرياء موجودة. سببها ايه؟ السبب الاول في الكبرياء اللي من هذا النوع اعتداد الانسان بنفسه، ثقة الانسان بنفسه، ثقة تجعله يشعر انه يفهم اكتر من الاخرين ورأيه افضل من اراء الاخرين وانه اكثر حكمة واكثر علما. دي مثل هذه الثقة بالنفس سببها كبرياء. ولذلك الكتاب المقدس نبهنا إلى خطيتين نحترس منهم. إنسان حكيم في عيني نفسه، وإنسان بار في عيني نفسه. الحكيم في عيني نفسه يظن إنه دايما صح، والبار في عيني نفسه يظن دايما انه مغلطش. ربما انسان متكبر لو بحث في حياته كلها عن كام مرة اعتذر وقال انا اخطيت، يمكن ما يلاقيش. يقولك انا اخطيت؟ انا اخطيت؟ مش ممكن. طب ما دام مش ممكن يبقى ده بار في عيني نفسه. مثل هذا الانسان لا يتوب. يعني الكبرياء تخليه ما يتوبش. لان هيتوب عن ايه؟ هيتوب عن ايه؟ ما هو ما غلطش. ما دام ما غلطش ازاي هيتوب؟ يقول لك اتوب اعمل ايه؟ الإنسان البار في عيني نفسه لم يعرف نفسه تماما، وجايز يكون مجامل لنفسه، وجايز يعذر نفسه في كل حاجة ويبرر نفسه في كل حاجة، ومهما عمل يغطيها بكلام. فمش ممكن يقول أنا غلطان، مستحيل، لأن الكبرياء كده. مثل هذا الإنسان ممكن يقع في البدعة، ممكن يقع في الهرطقة. انت فكركوا واحد زي أريوس لو أخطأ وجي في المجمع وقال أنا أخطيت كانوا هيسامحوه وانتهى الموضوع وخلص. لكن ما كانش يقول أخطيت، لازم يصر ويعاند ويقاوم ويجادل ويقيم الدنيا ويقعدها حتى بعدما حكم المجمع المسكوني المقدس عليه. فضل يقاوم وفضل يدور له على أنصار ويدور له على مجموعة تسنده، لدرجة أنه أسقط كثيرين من الإكليروس. ليه؟ بسبب العناد، بسبب التشبث. مش ممكن يقول أنا غلطان، ولو كل أعضاء المجمع المسكوني 318 أسقف من جهات العالم كله تقول له غلطان، يقول لا هو اللي صح.
هنا بقى يأتي التشبث والعناد والمقاومة وعدم الاعتراف بالخطأ، كلها صفات من صفات الكبرياء. بس كل إنسان بيكون متكبر في حدود نطاقه. فكركوا الخلافات العائلية بتيجي منين؟ ما هو برضو كبرياء من هذا النوع. اتنين يصطدموا ببعض، ما فيش ولا واحد من الاتنين يقول أنا غلطان، ده يقول أنا صح والتاني يقول أنا صح. طب الحكاية تمر ازاي؟ يقع اصطدام. ولذلك الكبرياء كثيرا ما تسبب خلافات وانقسامات. غالبية الانقسامات بيكون سببها الكبرياء، سببها كلمة أنا. كل واحد يقول أنا، أنا الصح، أنا اللي ما غلطتش، الحق على غيري لكن مش علي أنا. هذا البر الذاتي والحكمة الذاتية هي سبب الانقسامات اللي موجودة في كل مكان. وجايز تكون البدع سببها شيء آخر برضو في الاعتداد بالرأس. يعني مثلا الكنيسة توضع نظام ان في الاحوال الشخصية ان ما نزوجش المطلقين، لازم نبحث يوافق الكتاب المقدس ولا لا. يطلع واحد يقول ايه ده، ليه الكنيسة تقول كده؟ كلام مش مظبوط، احنا نجوزهم عشان نمنحهم من الفساد، فما يهموش رأي الكنيسة كلها وينفذ رأيه هو. ما يهموش رأي الكنيسة كلها وينفذ رأيه هو، ويطلع قوانين من عنده ويطلع تفسيرات من عنده. ليه؟ برضو الاعتداد بالذات. المتكبر يرى انه يفهم اكتر من غيره ويعرف اكتر من غيره، وما فيش حد يفهم قده، ومين يوصل لمستواه؟ ادي شغل الكبرياء. علشان كده ربنا وقف ضد الكبرياء بشكل. تصوروا الكتاب المقدس يقول ايه؟ الله يقاوم المتكبرين اما المتواضعون فيعطيهم نعمة. الكتاب ما قالش ربنا يقاوم الزناة والخطاة لان جايز يكونوا ضعفاء وبينسحقوا امام ربنا وبيبكوا ليل ونهار يقولوا رب انقذنا، لكن الله يقاوم المستكبرين. مين يقدر يعرض نفسه ان الله يقف ليقاومه؟ صعبة دي. الله يقاوم المستكبرين. السيد المسيح كان عطوفا جدا على المرأة الخاطئة، وقاوم المستكبرين اللي عايزين يرجموها، وقال لهم ان كان واحد فيكم بلا خطية يبتدي يرجمها بأول حجر. يبقى قاوم المستكبرين والغلبانة المسكينة المفضوحة أمام الناس كلها، قال لها وأنا لا أدينك، اذهبي بسلام ولا تعودي تخطئي أيضا. السيد المسيح أشفق على المرأة الخاطئة التي بللت قدميه بدموعها ومسحتهما بشعر رأسها، وقاوم الفريسي المتكبر اللي قال لو كان هذا الإنسان نبيا لعلم من هذه المرأة وما حالها، إنها لخاطئة. إزاي تمسه؟ طب ما اللي يقول ده خاطئ ما يقول كلنا خطاه، ومين فينا مش خاطئ؟ لكن المتكبر يظن إن وصايا ربنا تنطبق على غيره لكن ما تنطبقش عليه هو. غيره هم الوحشين وهو اللي
بار لوحده. ولهذا تجدون أيضا الكبرياء تقود إلى الافتخار، تقود إلى الافتخار. المتكبر يفتخر، جايز يفتخر بمعرفته، جايز يفتخر بقوته، جايز يفتخر بمواهبه، جايز يفتخر ببره وقداسته، وافتخاره يضيع أجره، لأن ربنا بيقول تعمل الخير في الخفاء وأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علني. يبقى كأن المتكبر ده بيتعب على الفاضي، بيتعب ايه على الفاضي. زي واحد من القديسين قال كلمة لطيفة، قال فيه شياطين تمنعك من الفضيلة، تقاومك وتمنعك من انك انت تعمل فضيلة، ما عدا شيطان المجد الباطل او شيطان البر الذاتي، يسيبك لغاية لما تتعب على الاخر في صنع الفضيلة وهو يبتدي يحصدها. ازاي؟ بالافتخار، يخلي كل اللي انت عملته ضاع اجر. طب ايه ده؟ ده يبقى مسكين صحيح هذا الانسان. على ان في الافتخار في انواع، تلاقوا فيه انسان بار منسحق ولا يفتخر، انسان بار منسحق ولا يفتخر، وانسان بار بيفتخر. تلاقوا انسان خاطي ومنسحق ولا يفتخر، والعجيب تجد انسان خاطي وبيفتخر، اهو ده اشر الكل، ده خاطي وبيفتخر. وجايز تقول لي طب ازاي خاطي وبيفتخر؟ اقول لك بيتكلم عن انصاف الحقائق، النقط الكويسة اللي عنده يفتخر بيها، ونقط الخطية ما يجيبش سيرت، يبقى ماسك نص الحقيقة. شوفوا ربنا لما بقول لكم ربنا يقاوم المفتخرين من أشد الآيات في هذا الموضوع ما ورد في أشعية 2، كلام عجيب قوي في أشعية 2. يقول ايه؟ ان لرب الجنود يوما على كل متعظم وعالي، ان لرب الجنود يوما على كل متعظم وعالي وعلى كل مرتفع فيوضع. يعني ربنا واقف ضد المتكبرين المتعجرفين المتعظمين، وليه يوم مع كل واحد فيهم هيطب فيه، يخبطه ربنا خبطة ما يلاقيش روحه. إن لرب الجنود يوما على كل متعظم وعالي وعلى كل مرتفع فيوضع، وعلى كل أرز لبنان العالي المرتفع، وعلى كل بلوط باشان، وعلى كل الجبال العالية، وعلى كل التلال المرتفعة، وعلى كل برج عالي، وعلى كل سور منيع. وبعدين يقول فيخفض تشامخ الإنسان وتوضع رفعة الناس ويسمو الرب وحده في ذلك اليوم. المرتفع هيجي له يوم إن ربنا ما وقعوش بواسطة الناس هيوقعوا مباشرة بضربة إلهية. ولذلك تلاقوا في فرق بين ماء النهر المنسكب بسهولة وبين البحر الهايج اللي ليه أمواج عالية. والكتاب يقول إيه؟ الرب يدوس على كبرياء البحر، الرب يدوس على كبرياء البحر،
عند ارتفاع لججه هو يسكتها. عشان كده المسيح انتهر البحر، انتهر الرياح، انتهر الأموات. ليه؟ لأنها متكبرة. ما أقصدش متكبرة يعني لها الإحساس، لأنها ترمز للكبرياء يعني. ما حصلش إن المسيح انتهر نهر، بل بالعكس قيل في المزمور: رفعت الأنهار يا رب، رفعت الأنهار صوتها، ترفع الأنهار صوتها من صوت مياه كثيرة. عجيبة هي أهوال البحر، عجيبة هي أهوال البحر، الساكن في الأعالي هو اللي يخفضها. المتكبر تمتنع عنه النعمة ويقاومه الله. هذه حاجتين: تمتنع عنه النعمة ويقاومه الله، وبعدين يسقط، لأن قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح. وساعات ربنا يضرب المتكبرين العظماء بالغلابة اللي يبان انهم ما يفهموش كتير. ازاي؟ يعني مثلا واحد زي أوريجانوس لم يكن يوجد علم في ذلك الزمان أعظم من أوريجانوس. ده أوريجانوس ليه تلامذة أساقفة ورؤساء أساقفة. أم ربنا يسمح مين اللي يحرمه؟ ديمتريوس الكرام اللي لا واخد شهادات ولا عنده علم، ده راجل كرام بتاع كرمة يعني، بيشتغل بتاع عنب يعني. أم أوريجانوس يحرم مين؟ ديمتريوس الكرام. وماذا تكون النتيجة؟ مجامع العالم وقفت جنب ديمتريوس ضد أوريجانوس. وقيل إن أوريجانوس قال: ينعي نفسه أيها البرج العالي كيف سقط، لأن لرب الجنود يوما على كل برج عالي وكل سور منيع. ممكن إن الكبرياء تقود إلى البدعة، لأن المتكبر لا يعترف إنه غلط، يظن إنه يفهم أكثر من الباقين، يقاوم، يجادل، يرفض الرأي الآخر، يرفض أي تعليم، لا يخضع لأي رياسة. أريوس لم يخضع لرياسة أسقفه، أسقف الإسكندرية البابا ألكسندروس، لم يخضع للمجمع المكاني في الإسكندرية الذي اجتمع من 100 أسقف وحكم ضد أريوس. لم يخضع للمجمع المسكوني اللي اجتمع في نيقيا وفيه 318 من رؤساء الكنائس وممثليه، لأن أيضا من صفات الكبرياء عدم الخضوع وعدم الطاعة. الطاعة والوداعة، الطاعة والوداعة كلاهما يرتبطان باتضاع القلب، لكن المتكبر لا يطيع ولا يكون وديعا ولا يكون محبوبا. دائما الكبرياء مكروهة. يعني الناس بيحبوا الشخص الوديع، يحبوا الشخص الهادي، يحبوا الشخص البسيط اللي يختلط بده وده ويكلم ده كلمة حلوة ويقول ده عبارة مبتدعة ولا يرتفع على الناس، لكن يكرهون المتكبر. لذلك كان داود النبي محبوبا من كل الشعب، وشاول الملك لم يكن محبوبا. داود النبي كان يخرج بين الناس ويدخل، وعمر داود ما افتخر بأنه قتل جولياط.
في وداعة وبساطة وخلص. بل بالعكس، لما جه يتكلم على قتل جولياط قال أنا لا أتيك بسيف ولا برمح بل باسم رب الجنود، نسب الحكاية لمين؟ لرب الجنود. وقال له اليوم يحبسك الرب في يدي، ربنا هو اللي هيحبسه في إيده، ونسب كل حاجة لربنا. وقال الحرب للرب، الحرب إيه؟ للرب. والرب قادر إنه يغلب بالكثير وبالقليل. ما افتخرش. وربنا علشان يحطم كبرياء المفتخرين قال عبارة لطيفة خالص، قال ايه؟ اختار الرب جهال العالم ليخزي بهم الحكماء، يقصد الحكماء في اعين انفسهم. اختار الله جهال العالم لايه؟ ليخزي بهم الحكماء. واختار المزدرى وغير الموجود ليبطل كل موجود. انت لما تعتبر نفسك من المزدرى وغير الموجود ربنا يشتغل بيك، تعتبر انك خلاص كبير وراجل وعالم وتفهم، ربنا يقول لا خليني بعيد عن الرجل الكبير ده. ولذلك ربنا اختار المتواضعين علشان يعمل بيهم. بمناسبة مثلا عيد الميلاد اللي مر علينا نقول ايه؟ كيف اختيرت العذراء مريم لهذا المجد العظيم انها تبقى والدة الاله؟ العذراء مريم تقول عن نفسها ان القدير صنع بي عجائب. ليه؟ نظر الى اتضاع امته، نظر الى اتضاع امته. كان ربنا لابد يختار امرأة متواضعة عشان تستطيع انها تحتمل هذا المجد العظيم. ما في ناس ما بيقدروش يحتملوا المجد، ما يقدروش يحتملوا المجد. ان سمع كلمتين مديح ولا كلمتين تمجيد تيجي له بارانويا، يفتكر ان هو وصل، بقى اعظم الكل، بقى اقوى الكل، بقى ما فيش حد قده. عشان كده كان ربنا لابد يختار حد متواضع يستطيع يحتمل هذا المجد. فنظر الى اتضاع امته. اللي لما تشوف المعجزات قلبها لا يكبر، وتشوف الرؤى والملائكة قلبها لا يكبر، وتشوف الآيات اللي تحصل في أورشليم واللي تحصل في مصر وقلبها لا يكبر، والروح القدس يحل فيها والقدوس المولود منها يدعى ابن الله وقلبها لا يكبر. في إنسان لو خد كلمتين مديح خلاص تعرفش تكلمه بعد كده، تعرفش تكلمه. لو أخد منصب ما تعرفش تكلمه بعد كده، مناخيره ترتفع لفوق، صدره يطلع لقدام، مشيته تتغير، قعدته تتغير. يبقى الله يعوض علينا في هذا الأخر. لذلك ربنا يحب يتعامل مع المتواضعين، يحب يتعامل معاهم. يسيب كل العلماء والحكماء ويختار صياد سمك زي بطرس زي يوحنا زي اخواتهم عشان يخزي بهم الحكماء. عشان كده لما بطرس ويوحنا اقاموا المقعد اللي عند باب الجميل
وقعد يمشي وينط والناس يعني منزهلين. بص لهم بطرس وقال لهم ليس بقوتنا ولا بتقوانا جعلنا هذا يمشي، لكن يسوع المسيح اللي انتوا صلبتوه اللي عملته وسويته هو اللي بقدرته حصل كده. يبقى الانسان المتواضع ينكر ذاته، ما يركزش على نفسه. المتكبر يمكن ان يكون انانيا. كلمة انا دي تتكرر كثيرا على فمه، وتتكرر كثيرا في فكره، ويظن ان انا احسن من غيري، يظن ان انا ايه احسن من غيري. عارفين مشكلة أيوب الصديق إيه؟ ما هي الحكاية دي؟ هي الحكاية دي. أيوب الصديق كان رجل بار، محدش ينكر إنه بار، ده ربنا شهد له إنه كامل، كان كامل فعلا. مشكلة أيوب إنه كان كاملا ويعرف عن نفسه إنه كامل، وكان بارا ويعرف عن نفسه انه بار، ومعرفته دي اللي ضيعته. الاصحاحين الاولين بتوع التجربه، والاصحاح الثالث ايوب لعن فيه يومه، و28 اصحاح مناقشه مع الثلاثه اصحابه، يبقى 3 و28 و31. فاول اصحاح 32 يقول ايه؟ فكف هؤلاء الرجال الثلاثه عن مجاوبة أيوب لكونه بارا في عيني نفسه. هذه مشكلته. وبعدين يقول إيه؟ حينئذ حمي غضب أليه ابن برخائيل البوزي من عشيرة رام على هؤلاء الرجال الثلاثة، حمي غضبه لأنهم لم يجدوا كلاما واستذنبوا أيوب، وعلى أيوب حمي غضبه لأنه حسب نفسه أبر من الله. عشان كده أيوب حتى مع ربنا يقول له فهمني أنت بتخصمني ليه؟ أنا عملت إيه؟ قل لي إيه خطيتي؟ هتهالي وأنا حطها فوق راسي إكليل وتاج. يا أيوب يا حبيبي مش كده؟ مش كده؟ خفض راسك شوي. لما لقاه ربنا معاه مجد عظيم، معاه ولاد كتار وبنات كتار وبيوت وغنم وبجر وجمال، كل دول ربنا قال له انا هعمل لك يا ايوب عمليه كويسه اوصلك بها للاتضاع، اشيل منك البيوت، اشيل منك العيال، اشيل منك الغنم والبجر والجمال وكله، اخليك كده يا الهي كما خلقتني، عريانا خرجت من بطن امي وعريان ترجع تاني. ومش بس كده، حتى وانت عريان جلدك ده اضربه ضربه من راس للرجلين، يا ريت تبقى عريان عدل، ده عريان وتعبان. ومش بس كده، حتى اصحابك الثلاثه اشيل منهم الاحترام اللي بيحترم، حتى عبدك، حتى مراتك. ووقف أيوب مجردا من كل شيء. فضل يجادل لغاية امتى؟ لغاية ما قال لربنا ها أنا حقير بماذا أجاوبك، وضعت يدي على فمي. تكلمت بما لم أفهم، بعجائب فوقي لم أدركها. أنا الآن أرفض ذاتي وأندم في التراب والرماد. أول ما وصل أيوب للتراب والرماد يقول لك ربنا رفع رأس أيوب، وربنا شال عنه التجربة، وربنا رد له كل اللي فقده من مال ومن عيال، جاب له ناس جداده وخلاص. وأيوب وأيام كثيرة ادهاله. ليه؟ لأنه وصل للتراب والرماد.
كان في الأول بيجادل حتى ربنا نفسه. تتصور واحد يجادل حتى ربنا؟ هو أيوب لما قال له تكلمت بما لم أفهم بعجائب فوقي لم أدركها، أنا أندم في التراب والرماد. قال له خلاص نبقى وصلنا يا أيوب، وأنا بيني وبينك حاجة، أنا بس عايز أوصلك لشوية التراب والرماد، ما دام وصلت نبقى اصطلحنا، ترجع لك كل حاجة وخليك تراب زي ما أنت. ما في واحد يكون تراب ورماد ويحصل له شوية مجد عالمي، يبقى زي شوية هوا، يبقى زعبيرة كده ويبقى عاصفة والتراب بتاعه يعمي عيون الناس يلخبطه، وفي واحد تراب قاعد تحت كده. ربنا عايز هذا النوع اللي بيفتخر بمعرفته ممكن يقع في البدعة، واللي يفتخر بقداسته ممكن يقع في الخطية، واللي يفتخر بمركزه ممكن ربنا يشيله منه. فيه ناس في الكبرياء يفقدوا روح البساطة وروح الهدوء، وتلاقيهم دايما بتوعوا كلامه حديد، كلامه ما يلاقيش حد إلا ويتكلم عليه. طب يا أخي ما تتواضع بس. إدانة الآخرين فيها أيضا نوع من الكبرياء، لأن الإنسان بينسى خطاياه فبيفتكر خطايا غيره، لكن لو يفتكر خطاياه ما يفكرش في خطايا غيره. لما أنبى موسى الأسود دعوه عشان يحكموا على واحد خاطي، شلوا زنبيل مليان رمل وفي حتة بتخر، قال لهم هذه خطاياي وراء ظهري تجري وأنا جيت أدين أخي. لذلك ضد المسيح اللي هيجي في الأيام الأخيرة قبل النهاية قيل عنه المقاوم والمرتفع على كل ما يدعى إلها حتى إنه يجلس في هيكل الله كإله. كبرياء برضو. انت فكركوش زي ما ربنا يحب يشتغل مع المتواضعين، الشيطان يحب يشتغل مع المتكبرين، لأن الطيور على أشكالها تقع، هو دول من نوعه، يجيب المتكبر والمقاوم والمرتفع على كل ما يدعى إلها أو معبودا حتى إنه يجلس في هيكل الله كإله. هو ده اللي ينفع، هو ده اللي إيه اللي ينفع، اللي يبقى ضد المسيح، ضد المسيح المتواضع، هو ده ضد المسيح صحيح، مش ضده بس في العقيدة وضده أيضا في الصفات. وبعدين يقول يعمل آيات وعجائب بكل قوة الشيطان وكل خديعة الاسم في الهالكين. كتير من المتكبرين يحبون المواهب، يحبون ايه المواهب، تقول له ربنا يديك نعمة، يقول لك كويس لكن نعمة زي ايه؟ يديك شوية من ثمار الروح، يقول لك ثمار الروح حد هيحس بيها؟ امال عايز ايه؟ عايز موهبة ألسنة تبيني كده وسط الناس، موهبة معجزات آيات براهين، هي دي اللي هتنفعك؟ دي جايز دي اللي تحطمك. مرة القديس أبو مقار الكبير أقام ميتا، فقالوا له كان شعورك إيه؟ قال لهم زي واحد ماشي على سيف من نار. أنت فكرك لما واحد يقوم ميت من جوه دي سهل عليه؟ ده إذا ما كانش عنده من الاتضاع الضخم ما يقدرش يحتمل الآية، ما يقدرش يحتملها. هو واحد يشخط في الشيطان فالشيطان يمشي، دي قليل عليه؟ برضه جايز من جوه تتعبه ان الشياطين تخضع. ده الرسل نفسهم رجعوا للمسيح وبيفتخروا ومبسوطين، قالوا له حتى الشياطين ايضا تخضع لنا، تخضع عليكم. قال لهم لا تفرحوا بهذا،
افرحوا بالحرق ان اسماءكم قدبت في السماوات، ده اللي تفرحوا به. لكن اللي يفرح بالمعجزات ممكن يقع في الكبرياء، ممكن يطب ويضيع. علشان كده في اليوم الاخير المسيح بيقول ناس هيجوا لي ويقولوا لي ايه؟ يا رب باسمك تنبأنا، باسمك اخرجنا شياطين، باسمك صنعنا قوات وعجائب. قال لهم اذهبوا عني يا ملاعين لا اعرفكم، يا فاعل الاسم. وتنبأنا واخرجنا شياطين وصنعنا قوات ولا تنفعكم بحاجه. اللي عايز يمشي وراء ربنا يطلب ثمار الروح اللي هي محبه وفرح وسلام وطول اناه ووداع وتعفف، ولا يطلب مواهب الروح. دي المواهب ممكن تضيعه. طب انا اقول لكم حاجه بسيطه، ما رايكم في يوحنا المعمدان؟ قال عنه المسيح انه اعظم من نبي، وانه اعظم من ولدته النساء، وشبهوه بملاك. ومع ذلك يقول الكتاب ان يوحنا المعمدان لم يصنع آية واحدة. قاد الناس للتوبة لكن معجزة لا. هتنفعوا بايه؟ تنفعوش بحاجة. فالذين يطلبون ان ربنا يديهم مواهب وصنع معجزات وألسنة وقوات يوفروا على نفسهم التعب، أحسن يجي لهم كبرياء، يجي لهم نفخة تضيع. المتكبر ينتفخ والمتواضع دايما تحت كده. يقول لك الشجرة المثقلة بالثمار بتبقى فروعها نازلة لتحت، لكن الفروع الخفيفة اللي مش شايلة حاجة طالعة لفوق كده. كن من الفروع الثقيلة اللي مملوءة بالثمار اللي من ثقل ثمارها وشها في الأرض، لكن لا ترتفع ولا تنتفخ ولا تظن انك انت احسن من غيرك. ولا تجادل كثيرا ولا تعاند. المتكبر ايضا يحسد غيره، ليه هو احسن مني؟ احسن مني في ايه؟ عايز المجد اللي يروح لغيره يجي له هو، ويجي له هو لوحده، والا يزعل. الله، طب ايه كبرياء؟ الانسان المتضع يحب الذين يرفعهم الله، والمتكبر يحسدهم. ليه بيحسد؟ لانه مركز حول ذاته. الأنانية اللي قال عليها الأخ في السؤال، مركز حول ذاته، عايز ذاته هي اللي تكبر وبس. لا، وهي وحدها اللي تكبر. يعني المتكبر اللي عايز يكبر ده نص متكبر، المتكبر اللي عايز يكبر ده نص متكبر. لكن المتكبر الأصيل بقى اللي جذوره ماشية في الكبرياء عايز يكبر ويبقى هو الوحيد الكبير، وما فيش حد تاني يكبر جنبه. ليه بس؟ أنا، الأنا هي اللي وقعته في الأنا. الإنسان المتكبر جايز أسباب خارجية تدعوه للكبرياء، مثل المناصب، مثل الغنى، مثل الجمال، الشكل، مثل المواهب. وفي أسباب داخلية من جوه، القلب التعبان اللي ما فيهوش تواضع. فلو اجتمعوا الاثنين، أسباب خارجية مع قلب من جوه تلفان، يبقى ضاع هذا الإنسان، الكبرياء تضيعه. عشان كده داود النبي بيقول إيه؟ خير لي يا رب إنك أذللتني حتى أتعلم وصاياك. كويس انك انت تذلني علشان امشي كويس. المتكبر يحب المديح،
والمتواضع المديح يتعبه من جوه. المتكبر يرتقي فوق ما ينبغي. والإنسان المتواضع يقول أنا ما استحقش حاجة. أنا ما استحقش إيه؟ حاجة. المتكبر المعرفة تنفخه، بيقول العلم ينفخ. والمتواضع مهما نال من علم يقول أنا أجهل الناس، هناك أمور كثيرة فوقي لم أدركها، وضعت يدي على فمي. المتكبر لا يحترم الآخرين لأنه يظن أن هو الوحيد اللي لازم يحترموه الكل، لا يحترم ولا يطيع. ولكن الإنسان المتواضع يحترم حتى من هم أقل منه، يكلم كل صغير باحترام، مش بس يكلم الأكبر منه باحترام ويكلم الأصغر منه باحترام. لا يجرح شعور أحد حتى ولو كان خادما له، ولو كان مرؤوسا له، ولو كان أصغر منه سنا وعلما. لكن المتكبر لا يحترم أحد. لذلك ممكن أنك تجد إنسان متكبر يشتم ويجرح شعور الآخرين وينتقد ولا يحترم إنسان. أما الإنسان المتواضع تلاقيه ذوق ولطيف مع كل أحد. عايزين أكبر من ربنا، ومع ذلك ربنا كان لطيفا مع كل أحد، حتى مع الخطاة كان لطيفا ورقيقا ولا يجرح شعور أحد، مثل حديثه مع المرأة السامرية. احنا لو كلمنا كتير على الكبرياء مش هنخلص، كفاية كده. اتفضل.